بصوا انا مش طالع اضحك عليك واقول لك ان انا هدي لك شويه نصايح طبق من ذهب اهو، هتبقى ثري وهتبقى غني وهتبقى، لا طبعا، ولكن انا هقول لك على بعض العادات اللي بيعملها الاثرياء من خلال دراسات اتعملت على الاثرياء واتعملت على الفقراء، واتعمل هنا مقارنه، فشفنا ان في فرق في بعض العادات ما بين هنا وما بين هنا، وده بالتالي اللي بيخلينا نبقى شايفين ان العادات دي ليها تاثير كبير قوي على حياتك. بصراحه عشان اكون صريح مع حضرتك، انك انت لو موظف اساسا من 8 ل 4 فقط، فالعادات اللي انا هقولها لك دي هتغير من حياتك وهتحسن من حياتك، لكن ما وعدكش انها هتخليك بصراحه من الاثرياء، لان مفيش قاعده حد بيبقى ثري ذات ثراء كبير وهو اساسا موظف من 8 ل 4 خالص، عشان نبقى متفقين. اما لو حضرتك عندك مجال حر، او لو انت موظف وعندك مجال ابداعي تاني، مجال عمل تاني بتعمله، فده هيأثر في حياتك ويجوز جدا ان هو يخليك من الاثرياء. العادات دي انا اتعلمت منها واكتسبت منها. النهارده هتكلم معاك على اهم العادات اللي فعلا هتغير من حياتك لو انت عملت حتى نصها. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وشكرا على تشغيلكم للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده يا جماعة لعشرين الف لايك، نضغط كده لايك. العادات اللي موجودة عندنا وهي الاستيقاظ مبكرا. الاستيقاظ مبكرا دي يعني انا بستغربها جدا من الناس اللي مشقلبة حياتها بجد، يعني حتى ربنا يعني في القرآن بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يعني هي دي ناموس الكون. دايما ما تلاقيش حد ثري، ما تلاقيش حد متفوق في حياته وبيصحى الظهر ولا بيصحى العصر، ده ما بيحصلش بصراحة. هم اصلا الناس الناجحة، هو طبعا النوم مهم جدا، والنوم بدرجات كافية مهم جدا، درجات كافية، ولكن النوم ليس بدرجات كبيرة. يعني تلاقي دايما الناس دي ما بتنامش كتير، او بتنام بدري وبتصحى بدري. واتعملت دراسة اساسا، يعني كل اللي انا هقول لكم ده عليه مصادره موجودة في شرح الفيديو، احد الباحثين اسمه توماس كوريلي عمل دراسات على الاثرياء والاغنياء، ووجد ان الاثرياء بيصحوا باكرا قبل ميعاد شغلهم بثلاث ساعات. لقى ان نسبة 44% من الاثرياء بيستيقظوا بدري قبل ميعاد شغلهم بثلاث ساعات، ولكن 3% عندنا فقط من الفقراء هم اللي بيصحوا بدري قبل ميعاد شغلهم بثلاث ساعات. ده معناها ان دايما، لان العقل الجسم البشري بطبيعته هو اللي بينتج النشاط ده. تاني حاجة عندنا وهو ان اتعملت دراسة لقوا ان الاثرياء اول ما بيصحوا من النوم ما بيمسكش الموبايل بتاعه، ويقعد يبص في المسجات، ويقعد يبص في الفيسبوك، ويشوف الاشعارات اللي موجودة. الكلام ده ما عندهمش خالص. هو اول ما بيصحى من النوم عنده برنامج معين، عنده حاجات معينة بيرتب، ودايما دايما ان هو يبص على الليستة بتاعته اللي هكلمها عليكها لاحقا لحضراتكم. ده كمان عندنا ان برضو نفس الباحث عندنا في تالت حاجة توماس كوريلي، لا ان تالت حاجة مهمة ومن عادات الاثرياء هي تناول وجبة الفطار. وجبة الفطار دي يا جماعة، اصل بقى بستغرب لما بقى الاقي حد واتكلم معاه اقول له انت فطرت، يقول لي ايه؟ لا انا او واحدة مثلا، لا انا ما بفطرش دلوقتي، انا بس بشرب النسكافيه وبعد كده بفطر في الشغل. تفطري فين؟ في الشغل. اتعمل برضو توماس كوريلي لما عمل الاحصاءات لقى ان 57% من الاثرياء لازم ان هم مش ان هم يفطروا، لا هم كلهم بيفطروا صباحا باكرا، ولكن التحكم في تناول السعرات الحراريه، بيتحكموا دايما في تناول السعرات الحراريه، غير الفقراء اللي ناس فيهم كتير ما بيحبوش الفطار الصبح، لان هم بيحبوا ياكلوا بالليل متاخر. يعني شوف الفكره ماشيه ازاي، وده شيء غير صحي تماما. والله انا شخصيا ما بعمل كده نهائيا، يعني الحمد لله انا ماشي على الحاجات دي، مش بقول ان انا هبقى سالي، لا، التناول الاكل متاخر وعدم تناول الفطار الصبح دي مصيبة على الجسم وضرر على الجسم. ورابع حاجة عندنا هتلاقي من عادات الاثرياء ان هم برضو معظمهم بيمارسوا الالعاب الرياضية، ما كانش بشكل عنيف، ولكن على الاقل الاثرياء بيمارسوا النشاط الرياضي ولو بشكل جري في 4 ايام في الاسبوع، 4 ايام او 4 مرات في الاسبوع لازم يمارس النشاط الرياضي، عكس الفقراء. ممكن واحد يجي يقول لي ايه؟ لا يا عمي، ده هو اساسا عشان ساري فدماغه فاضية
وبيلعب رياضة. لا ده هو اساسا بادئ حياته كده. فيهم كمية ناس بدأ حياتها من الصفر، بدأ حياتها من الصفر، ناس كتيرة من غير ما عدد بادئين حياتهم من الصفر، ولكن عشان عندهم هدف معين في حياتهم هم ماشيين عليه. You have to love success just as much because that's what's gonna allow you to get up and go for it. يبقى انا اول حاجة عندي هنا هوت، اول حاجة استيقظت باك الصبح بدري. تاني حاجة ان انا ما بصلش على تشغل نفسي بالموبايل وشغلت نفسي باهداف اساسية انا بعملها. تالت حاجة ان انا فطرت كويس واكل صحي. رابع حاجة ان انا مارست نشاط رياضي. يبقى ده التسلسل اليومي. خامس حاجة ان دايما يقولك لما في الدراسة ان 80% من الاسرياء في كل مرة عندهم هدف ومركزين عليه تركيز، يقولك زي تركيز أشعة الليزر بالظبط. الهدف ده ما عندهمش بديل ليه، هو عندهم الإصرار مهما يواجه من عقوبات، هو عنده الهدف ده بأي شكل مشكل. مفيش حاجة يا جماعة، مفيش إنسان ناجح أو إنسان نجح في حياته إلا ما هو عنده طاقة كبيرة وإصرار كبير إنه هو ينجح. أي بقى أعذار للفشل مش موجودة. بعكس الدراسة لقت إن مجرد 8% من 80% ل8% فقط من الفقراء هم اللي عندهم أهداف واضحة وصريحة في حياتهم. وسادس حاجة عندنا كمان ودي مهمة، انك انت بتكتب لستة في حياتك، لستة للهدف اللي انت عاوزه. يعني انا مثلا على سبيل المثال انا هتكلم مثلا على قناتي، في هضرب لكم مثلا انا في اليوتيوب عندي اهداف، باجي مثلا احط كده اعمل لستة واقول انا الشهر ده هعمل كام فيديو، وابقى مرتب وعارف نوعيات الفيديوهات اللي انا هقدمها. اقعد ابص كده على اللي فات واشوف التنوع، لازم يبقى فيه تنوع، لازم ابقى محدد اللي انا عاوزه، لازم يبقى فيه خطة شهرية وخطة سنوية في حياتي. هي لازم، الدنيا ما بتمشيش غير كده يا جماعة. الطبيعي ان انت لازم تبقى في حياتك محدد انت عاوز ايه وكاتب لستة بتحديد الاهداف. What you do every day is far more important than what you do once every decade. I want you to really think about that idea. What you do every day is simply your life in miniature. And as you live every single day, so you're crafting your life. What you do over the next hours is really building your future. نقطة بقى كمان مهمة يا جماعة، وبصوا يعني خدوا مني ايه، يعني ده اللي انا بعمله بصراحة. انا طبعا يعني انا بعشق القراية عشق، وبحترم الروايات الادبية جدا جدا جدا، ولكن تلاقي في عادات الاسرياء ان هم عندهم دايما بيهتموا بالقراءة جدا وعندهم مكتبات بتاعتهم ويطلع ويقرأ، ولكن بيقرأ للهدف وليس للمتعة. يعني انا ما بعيبش في الروايات عشان ما حدش يقول حاجه، لا الروايات ده شيء عظيم جدا وادبيات رائعه جدا جدا عشان ما حدش، ولكن تلاقيه ميل للكتب اللي ليها اهداف، الكتب اللي بتحقق هدف، مش الروايات اللي فيها المتعه، لان هو مش عاوز يستمتع، هو عاوز يتعلم. فالكتب التعليميه سواء بقى تاريخيه علميه ثقافيه موتيفيشن اي حاجه من دي، هتلاقي ان هو اساسا هو بيقرا علشان كده. كمان من عادات الاسرياء ودي حاجه مهمه قوي، هو عنده حاجه وعكسها. عادات الاسرياء دايما عندهم حاجه وعكسها. المال هو فلوس، بتضيع وقت بتضيع فلوس، وعكسها تماما هتلاقي ان الثري على قد ما هو الوقت بالنسبه له هو مال، تلاقيه دايما في نفس الوقت مهم قوي عنده الاجازه. يعني هو يضغط نفسه ويشتغل يشتغل يشتغل، ولكن وقت الراحه هو ده وقت الراحه، ما يخلطش بين وقت الراحه ووقت الشغل، وما يضيعش وقته في حاجه ملهاش جدوى. You cannot succeed without this risk of failure. You cannot have a voice without the risk of criticism. تامن حاجه عندنا يا جماعه بصراحه وهي المخاطره. مفيش نجاح بيتم غير بمخاطرة، مخاطرة بس مخاطرة محسوبة. يعني أنا هضيع من وقتي وهضيع من مجهودي وعندي هدف، تمام؟ لازم يبقى في نوع من المجازفة، نوع من المخاطرة. يعني محدش بينول من اللذات إلا كل مغامر. دي نقطة مهمة. وفي بقى نقطة رائعة ودي بقى حطها بجد حلقة في ودانك، المثل اللي بيقول من جاور السعيد سعد، فهو مثل صحيح 100% وبجزم لكم هو 100%. لذلك تلاقي عادات الاسرياء ان هم ما بيعرفوش غير ناس عندهم طاقه ايجابيه. وسبق واتكلمت قبل كده في فيديو في موتيفيشن برضو هتلاقوه موجود في شرح الفيديو ده، سبق اتكلمت على النقطه دي. لازم انك انت كل معارفك يكون عندهم طاقه ايجابيه، لكنك انت بالطبيعي لو انت هتعرف ناس هتضيع وقتك في سلبيات وفي تفاهه، هتعرفهم ليه اساسا؟ ما هم هيضيعوا من حياتك. وده مش معناه ان انت تخلي حياتك كلها جد 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 جد.
لا اطلاقا. ولكن في الحياه العمليه في حياه الشغل لازم يبقى الناس اللي معاك اللي في الشغل، انا بتكلم على اللي في الشغل عشان ما حدش يفتكر انا بتكلم على اصحابك او كده، لا انا بتكلم على الناس اللي في الشغل، الناس اللي معاك اللي في الشغل لازم يبقى كلهم عندهم طاقه ايجابيه. لازم الناس اللي بتحيطك، يعني انا مثلا على سبيل المثال لو انا بعمل فيديو او لو انا مثلا حد معايا بيصور، لازم ابقى انا متيقن ان هو واحد مش مكسل او من جواه مش عايز يعمل. طب بلاش، احنا تعبنا من التصوير، طب احنا تعبنا من المونتاج، ده كلام ما فيش منه اي حاجة. عندكم مثلا رقم واحد في العالم على اليوتيوب معدي 100 مليون مشترك، بودي باي ما بيريحش يوم يا جماعة، ما شاء الله عليه. فأهم حاجة الطاقة الإيجابية وعدم معرفة الناس السلبية في العمل. كمان بقى في عندنا نقطتين مهمين قوي في حياتك من عادات الأسرياء برضو بيعملوها. أول حاجة عندهم التحكم في العواطف، مش التحكم في العواطف مع حياتهم ومراته مثلا وكده، لا التحكم في العواطف خلال الشغل. يعني ان انا ما اخلطش العاطفه بالعمل، دي اكبر المصايب على فكره يا جماعه. في حالات استثنائيه ممكن ان انا الواحد يتعامل فيها بتعاطف، ولكن ما ينفعش على طول بصراحه. الحاجه الثانيه كمان عند الاثرياء قوي، وهي الاستماع اكتر من التحدث. دايما تلاقيهم بيستمع ليك كويس قوي، ينصت اليك، مش يستمع وبس، وينصت اليك بتركيز علشان يترجم الكلام ويفهم الكلام كويس. ونقطة مهمة كمان هو عدم الجري وتضييع الفلوس على المظاهر الكذابة. بصراحة يعني لان احنا في مجتمع اساسا كله مليان مظاهر كذابة للأسف الشديد، فتلاقي دايما يعني انا بستغرب قوي اللي بيشتري ايفون بالتقسيط. طب ما تشتري حاجة على قدك وبعد كده لما ربنا يكرمك. You don't have the time to waste time because time doesn't wait till you discover your purpose. اخر حاجة عايز اقولها لكم ان اكتر من 90% من الفقراء بيشاهدوا التلفزيون لمدة اكتر من ساعة في اليوم، والعكس صحيح عند الاثرياء. يعني ما بتتفرجش على التلفزيون، لا اتفرج، ولكن ما تخليوش اي وسيلة الهاء تشغيلك عن تفكيرك وعن الهدف بتاعك في حياتك. اتفرج على اليوتيوب على قناة محمد عاصم، هتلاقيها مثلا متوسط الفيديو عليها 10 دقايق ربع ساعة في اليوم، هيبقى شيء ممتاز جدا. ولما تعمل لايك هتاخد اقل من ثانية، هيبقى شيء ممتاز اكتر واكتر. دي بعض المؤشرات والحاجات اللي تخلي حياتك افضل واتجاه افضل. صدقني انت مش مطالب انك انت تكون سري، ما بقولكش خد المفتاح السحري هو وخلاص هتتحول لسري، لا. ولكن دي عادات الاثرياء، دي من اهم عادات الاثرياء. لو انت مشيت عليها وانت عندك هدف ان شاء الله يا رب اتمنى التوفيق ليكم جميعا. وشكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس على الفيديو، ولو مش مشترك في القناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة. واشوفكم على خير، سلام عليكم.